مع ضد الإرهاب، إن إحنا كلنا نتكاتف، إن إحنا كلنا فعلا نقاوم الإرهاب ونحاربه، ليس فقط إحنا من خلال القوات المسلحة والشرطة. إحنا قادرين، يعني القوات المسلحة والشرطة بإذن الله قادرة على دحر الإرهاب، ولازم نتوقع إن الإرهاب مش هيتوقف بين يوم وليلة، لا، لسه في مؤامرات ولسه في قوة خارجية بتبحث إزاي تهدد مصر وإزاي تقود أمنها، لكن بإذن الله القوات المسلحة والشرطة قادرة تماما على التصدي لهذه المحاولات الإرهابية البغيضة. لكن أنا بتكلم على المجتمع، الحقيقة إحنا في المجتمع إحنا قادرين إن إحنا نتماسك أكتر، وإن إحنا نتواصل أكتر، وإن إحنا ندمج نسيجنا مع بعض أكتر. إحنا طول عمرنا، أنا متذكر وأنا يعني طفل صغير، كان في راس السنة ألاقي فيه كحك جاي البيت، كنت أستغرب، أفتكر إن أمي هي اللي عملت الكحك، تقول لي لا، ده جارتنا المسيحية هي اللي بعتها عشان عيد العيد بتاعه. إحنا كنا بنتواصل، أنا وأنا ضابط في القوات الجوية، قعدت 4 سنين ما أعرفش القائد بتاعي كان مسلم ولا مسيحي، لغاية ما اكتشفت في نشر الترقية إن هو طلع مسيحي عشان الاسم ذكر كاملا. احنا طول عمرنا نسيج واحد، ما فيش بيننا اي تفرقه باي حال من الاحوال. انا من جيل نشأ على هذا. الحقيقه ده يمكن خلاني وانا محافظ القاهره فكرت في مبادره ونفذناها فعلا من خلال لجنه، ان احنا نخلي الناس تتواصل مع بعض اكتر من خلال الحاجه اليوميه بتاعتها. وطبعا ما فيش اهم من الصحه، فعملنا فعلا مبادره كتجربه في حي مصر الجديده، وجمعنا 8 جمعيات، 3 كنايس و3 مساجد وجمعية الشرعية وجمعية روتري مصر الجديدة، كلهم عندهم إمكانيات طبية وبيفيدوا عن حاجتهم هذه الإمكانيات. في تلاقي مثلا مسجد عنده وحدات غسيل كلوي، بينما الكنيسة عندها وحدات رعاية مبتسرين، وفي فائض في هذه الإمكانيات. فقررنا ان احنا نعمل تجمع من اجل الصحه العامه للمواطن المصري منهم، وعملوا فعلا بروتوكول وبداوا يتبادلوا الخدمات الطبيه فيما بينهم، طبعا يا اما مجانا يا اما باسعار مخفضه. الحقيقه التجربه لقت نجاح ولقت استعداد كبير جدا من الجهات المسؤوله انها فعلا تتواصل على هذا النهج، لانه في الاخر هو عمل انساني، عمل إنسان، إن إحنا نهتم بصحة الإنسان المصري في أياً كان موقعه وأياً كان دينه، مفيش أي فرق في هذا. التجربة حتى الآن ناجحة، إحنا بصدد تقييمها وإن شاء الله هنعممها على الأحياء كلها. أنا بقول إن هذه التجربة تقول إن إحنا لازم نشتغل على المجتمع، نشتغل على الإنسان العادي. الإرهابيين خلاص، الإرهابيين دول ناس ضلوا وضللوا، وبالعكس بيستخدموا الوقت من قوى خارجية عشان يفتتوا البلد وعشان يضروها، بيستخدمهم لأهداف سياسية حاليا. القوات المسلحة والشرطة قادرة على صدهم ودحرهم، مش دول اللي احنا هننتبه ليهم، احنا عايزين ننتبه لنسيجنا احنا، لمجتمعنا احنا. عشان كده انا سعدت جدا لما عرفت ان بيت العيلة المصرية عامل مؤتمر معا ضد الإرهاب، ان انا اجي فعلا واشارك، رغم ان انا كان عندي ارتباط لكن فضلت ان انا اجي هنا عشان اشارك وعشان اقول كلمتي لحضراتكم، ان احنا فعلا في اشد الاحتياج ان النسيج الوطني الواحد يزداد اندماجا. يمكن اللي حصل خلال السنوات اللي فاتت، حوادث الإرهابية اللي حصلت خلت تحصل بعض الحساسيات. احنا لا، احنا فاهمين كويس جدا احنا ايه وكنا ايه، وحنظل كده على طول.